كل سنة وانت طيب يا بول. عايز اقولك ان انت جزء كبير من ذكرياتي في الكنيسة لما كنت صغير. انا ما ابتديتش معاك مدرس احد، لكن كنت في اعدادي، لكن فاكرك دايما، كنت دايما معانا واحنا شباب، وانت بتلعب معانا وبتقضي اوقات كتيرة. حابب اقولك انه اتعلمت منك ازاي احترم الشباب الصغير واقدر تفكيرهم وما اعملهمش انا اكبر منهم وبفهم احسن منهم، لان انت كنت بتعمل معانا كده. اتمنى اني اعمل لك فيديو تاني وانت في عيد ميلادك 120، لكن المره دي احب اقول لك كل سنه وانت 60 طيب. انكل نبيل، انت ربيتنا كلنا في مدارس الاحد. نبيل لمعي هو ملك الشطرنج، كان بيعمل لنا الغاز بتاعت الشطرنج، وكان بيقعد يجننا، يعمل لنا لغز ويسيبنا كده حلو ويلا. خصوصا سامر كان بيقعد يتجنن، يقعد بالساعات قدام اللغز لغايه ما يحاول يحل. نبيل لمعي يعني بينج بونج، كان بيعلمنا بينج بونج تقريبا كلنا. ما ننساش سيرفاته، سيرف 88 وسيرف 89 وسيرف 90، اكيد انت فاكر. حببتنا كلنا في البينج بونج ايام درس الاحد. لما كبرنا شويه كانت رويده بتتجنن مننا، كنا بنجننها في مدرسه الاحد، فكانت بتطردنا، فكان هو يصر ويجي ويدخلنا. طبعا الفتوه بتاعه كان سامي يحيى، اي حد يزعله يروح سامي ماسكه وهو يعبط. مؤتمر حلوان اللي كان بيت ضيق وصغير، جاب لنا دولابين وراح حاطتهم قريبين كده من بعض وسيب لنا مسافه صغيره، وجاب لنا كوره ووقفنا بقى ننشن على ما بين الدولابين دول، قعد برضو يخترع لنا يعني. هو ما شاء الله عليه يعني شخص ذكي جدا ورائع جدا وغالي ومحبوب على قلوب كل الناس. فرق جدا في حياة كل الناس، عمل إنجازات عظيمة، وطبعا أهم إنجاز في الحياة هو الجيل العظيم بتاعنا اللي احنا بنسجله. ربنا يباركك ويبارك بيتك ويديلك قوة ونعمة وصحة عشان تكون دايما سبب بركة للناس اللي حواليك. بتمنى لك سنة سعيدة وكل سنة وانت طيب، وخليك دايما فاكرني محبك. صباح الخير يا بلبل يا اجدع مدرس مدارس احد من استراليا. عارف ليه انت كنت اجدع مدرس مدارس احد؟ عشان كنت مشغلني الفتوه بتاعك، كنت بتخليني اعبط لك العيال. فاكر لما كنت عايزني اعبط لك دودو وكلبش بايديه ورجليه في رجلي وبقى كانه رجلي حته واحده عشان ما اعرفش اعبطه؟ اوعى تقول له، اوعى تفكره بالحكايه دي، كبر دلوقتي ويضربنا يا عم. كل سنه وانت طيب يا بلبل، وعقبال مليون سنه. وانا بشكر ربنا جدا ان هو عرفني بواحد زيك، وعمري ما هنسى الوقفه اللي انت وقفتها معايا وانت في كندا وانا في مصر، لما كان حتى لحمي ودمي بمسكين سكاكين وبيذبحوني. ربنا يباركك ويعوضك في بيتك وعيالك ويفرحك باللي جاي، ودايما افتكر ان the best is yet to come. مش معنى ان انت وصلت الستين خلاص، ها لا، لسه انت في بدايه الطريق. يلا ربنا يبارك حياتك ويفرحك. يا جماعة أنا أحدثكم من الساحل الشمالي الأفغاني بجدة. أولا بصراحة عايز أشكر ليندا وإسحاق على الفكرة الجامدة دي بصراحة. دي فرصة كويسة إنه بعد فترة طويلة أوي سنين ما شفتش أمكن نبيل، فرصة حلوة أنا أقول له كل سنة طيب. شخص غالي علينا قوي، أثرت فينا كلنا، علاقة في طفولتنا مدرسة أحد، وشخص كان عندك رؤية وفي الخدمة، وكنت أضبط لنا كلنا يعني الحقيقة. أنا طبعا أذكر لك يعني مواقف كتيرة الحقيقة، بس يعني ممكن من أكثرهم فاكر كويس قوي لما كان سامر
رجله اتكسرت، كنت وقفت معانا أوي الفترة دي. أتذكر كمان في حاجة فاكرها، لما كنت في 5 ابتدائي كان في درس صعب عليا أوي اسمه السكيل، وأنت كنت جيت زورتنا ساعتها، وبعدين قلت شايع مش هبتدي درس، والحقيقة فهمته منك، أنا مكنتش فاهمه من أي حد تاني، ولا مدرس الرياضيات بتاع المدرسة ولا أي حاجة. لسه ما كانش الكنيسة الأزبكية موجودة وفيها حد على قلبه الخدمة زيك، يعني ما كناش نطلع أطفال يعني عاديين، كنا نطلع معقدين. المدرسة كانت بتطلع أساسا هتلر صغيرين. فاكر طبعا يوم ما كنت بحاول أولع الكنيسة أو سان لوثير في الدور الرابع وجنب تابلو الكهرباء، وخدت علقة جامدة أوي 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 يوميها لما اتعبطت، والأستاذ سامي يحيى لما كتفني عشان أتضرب الضرب التمام. بصراحة من غيرك، من غير الكنيسة الأسبكية وخدمة مدرسة أحد، كنت قائد قوي أوي. و بتهيألي من غيرك كان مش عارف كانت المفروض انها تبقى عاملة ازاي. اتأثرت بحياتنا كلنا، واعتقد كلنا نفس الجيل نتفق في الموضوع ده. اتعلمنا كتير او نتحمل المسؤولية، وده جزء كبير اوي من تكوين شخصيتنا في فترة مدارس احد. والنادي طبعا ترابيزة البينج الشهيرة بتاعت كنيسة الأزبكية، أعتقد إنه فعلا كان وقت جميل كلنا فاكرين. كل سنة وأنت طيب، وبتمنى فعلا إن أقدر أشوفك قريب وأسلم عليك وأشوفك بنفسي. كل سنة وأنت طيب يا أميل، وعقبال 120 سنة. بجد عايز أقول لك إنك فرقت معايا جدا في المؤتمر بتاع في هيفن، كنت عيل صغير وضربت رفيق، خدتني واكلتني دور على الكورنيش، وقعدت تمشى وتتكلم معايا، بجد كنت فارق معايا جدا. عايز اقول لك انه افكارك في مدرسه احد واسلوبك لغايه دلوقتي مشيت بيطبقهم في اغصان الكرامه عنده. بجد انا اتعلمت منك حاجات كتير قوي، وطبقت حاجات كتير قوي في الخدمه. بجد ليك سمر فعلا في الخدمه لغايه دلوقتي مع ناس انت ما تعرفهمش بسبب المحبه وبسبب اسلوبك. بجد فرقت معانا جدا، بحبك جدا، واتمنى اشوفك قريب. باي.